السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. دعا حزب التجمع الوطني لإصلاح وتنمية تواصل إلى احترام الإجراءات المتعلقة بإنشاء محكمة العدل السامية، مشددا على أن إنشاءها إلزام دستوري لا اختيار فيه. وطلب الحزب بترك مسار تعديل القانون النظامي لتشكيل محكمة العدل السامية يأخذ مجراه الطبيعي دون تدخل لا ضغوط من أي جهة، كما دعا النواب إلى التمسك بحقهم في التعديل الذي اقترحوه والمضي في مسار إنشاء المحكمة تطبيقا لنص الدستور واستكمالا لصلاحيات الجمعية الوطنية حسب تعبير البيان. أدى وزراء الدفاع والداخلية والصحة والتجهيز والنقل زيارة لمداخل العاصمة نواكشوط بالتزامن مع فتح طرق بين المدن الداخلية. قال وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم المرزوق إن الاستراتيجية التي شرعت الحكومة في تنفيذها نهاية العام الماضي نجحت في الحد من حوادث السير، وتنسق القطاعات المعنية بمجال السلامة الطرقية التي تضم كل من قوات الأمن التي تتولى مهمة الرقابة والتفتيش وتنظيم السير، إلى جانب قطاع الصحة والتجهيز والنقل ونشطاء المجتمع المدني لتحسين الرقابة على الطرق. أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها سجلت أمس السبت شفاء 49 مصابا بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت 72 إصابة شديدة وحالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة. ووصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في موريتانيا منذ مارس الماضي إلى 5175 حالة، وفق ما أعلنه مدير الصحة العمومية الدكتور سيدي بلزحاف. يمكنكم مشاهدة الكرام متابعة هذا المجلس وغيره من مواجهة ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الرابعة نشرة إخبارية مفصلة. السلام عليكم.